نرحب أجمل الترحيب بشباب المستقبل، وأيضا نرحب بالمس نور الموسوي رئيسة الوفد، وأيضا الرائعين والذين يمتلكون صفة مميزة هي الحساب الذهني الرياضي. نرحب بالجميل الحبيب مصطفى والحبيب حسون حسن، وأيضا الجميلة فاطمة، أهلا ومرحبا. ومنار ضياء، أهلا ومرحبا. طبعا منار ضياء اسم الوالد واسمها شعون بالنور، فأهلا ومرحبا بكم. صباح الخير مس نور. مس نور وألف مبروك كل هذا الإنجاز الرائع. شكرا جزيلا لكم. نعم مس نور، اليوم لما نسولف عن بطولة حساب ذهني نسولف عن مشاركة 12 دولة، منها دول أجنبية منها دول العربية، ونشوف أنه شبابنا الرائعين يحصلون على المراكز الأولى، هذا مفخرة بحد ذاته، خصوصا أنه قد تكون بجهود ذاتية ومساندة عوائلهم والمركز أيضا. شلون يعني قدرنا نوصل لهذه المراحل المتقدمة في ظل هذه الظروف؟ طبعا مركز تنمية الإبداع هو مركز متخصص بالأطفال. نعم. يفتح هذه الدورات اللي هي في عندنا عدة برامج، من هاي البرامج هو برنامج الحساب الذهني. نعم. اللي الآن احنا مشاركين بهاي المسابقة على هذا البرنامج. نعم. طبعا انه يتدربون الأطفال داخل المركز، ياخذون عدة تدريبات، بعدها تجري لهم اختبارات، وعلى أساس هذه الاختبارات يتم تصفيتهم للمشاركة في المسابقات العالمية والدولية. نعم. أنا خليني أتعرف على ضيوفنا اليوم الموجودين واحد واحد ويسولف لي شنو الجائزة اللي استلمها خلال هاي المسابقة. نبلش وياك مصطفى، عرفني عن اسمك وشنو الجائزة اللي أنت أخذتها بالمسابقة. أنا معلم مصطفى غير كاظم، حصلت على مركز الشامبيون اللي هو أعلى من المركز الأول. أعلى من المركز الأول أنت حصلت، ماكو هيك شطارة وايا هيك شاطر مصطفى حبيبي. شكرا لك. الطيل حسوني، يلا حسوني. اسمي حسن نصر وحصلت على المركز الاول، كلش فرحت في هذا المركز ورفعت راس العراق. الحمد لله يا ربي، الف مبروك. الحمد لله. نروح لفاطمه. فاطمه اسمي فاطمه محمد وحصلت المركز الاول، واكيد فرحت فيه لان حصلت تعب جهودي اللي بذلتها بالاشهر الماضيه. شكرا لك فاطمه، مبارك لك. نعم يا منار. انا منار ضياء، حصلت المركز الثاني عالميا والحمد لله. بس خليني اسالك اليوم كم عدد الطلاب اللي شاركوا بالمسابقه، واللي من اللي فاز منهم؟ واكو ملاحظه قالوها حسن وفطومه، اثنيناتهم فازوا بالمركز الاول، فهل من الممكن انه يكون المركز الاول يتقسم على اثنين او اكثر؟ شلون؟ طبعا الطلاب المشاركين كانوا عندنا 19 طالب مشاركين من العراق. نعم. كفريق عراقي. نعم. الدول اللي مشاركه كانت هي دول 12 دوله. دول اجنبيه وعربيه كانت موجوده حاضره ويانا. نقصد به انه الاول مكرر لما يكون هو ماخذ نفس الدرجه، فهنا بهالحاله ياخذون اول مكرر، فلذلك كان عندنا احنا طالبين، وطبعا عندنا بعد طالبين اخر يعني هم ماخذين مركز اول. وبنفس الوقت هذه الملاحظه، الملاحظه الثانيه انه احنا البرنامج مقسم على فئات والعمر، يعني هو فاطمه البرنامج اللي هي الليفل اللي مشتركه به هي انترميديت، بينما حسن هو على البيسك. شلون كانت أصداء المشاركة العراقية بالنسبة للمتسابقين باقي الدول، وكيف كانت الأجواء هناك؟ والله كانت الحضور العراقي كان يعني عبر عن له هيبته هنا. لا هو هيبته. نعم. لأنه بالمرة السابقة حققنا سوبر شامبيون بالمرة القبلة، واستضافيتكم أيضا وحكينا في هذا الموضوع. أي بليش. كانت يعني الحضور أنه العراقيين حاضرين، يعني أكيد راح يحصدون أغلب الجوائز، وإحنا يعني فكان، وأيضا يعني تعرف يعني ذول الأطفال أول ما دخلوا للقاعة تجيب الكاس تجيبه، وهاي الأمور يعني مالتهم وصوتهم العالي وهتافاتهم، فهذه شوية يعني سببت إحنا ما رد نقول خصم لأن بالأخير إحنا كلنا النظراء المشاركين. المشاركين. نعم. يعني كانت وجودهم وحضورهم إلى هيبة يعني. زين الحلو إنه إحنا شاركنا ب 19 مشارك عراقي، رجعنا ب 19 جائزة. أي الحمد لله وشكر. يعني الكل حقق نتائج. الكل حقق جوائز والكل حقق نتائج. الحمد لله وشكر. أكيد يعني يرجع لك الفضل أيضا مس، أنتم باعتبارك قائدة هالمجموعة. بلي، والمدربة مالتهم. والمدربة مالتهم. أنا أريد أتعرف على هوايات ثانية للموجودين غير الحساب الذهني اللي بعد شوية راح امتحنكم بيه. ماشي مصطفى؟ لو مو شنو تحب مصطفى غير الرياضيات والحساب الذهني؟ لا تقول لي التشريب. لا مصطفى مشارك على مسابقة بالانفايرمنت اللي هو البيئة.
وتعريف عن البيئة إن شاء الله راح يسافر أيضا تركيا ما شاء الله في برزنتيشن خاص يعني أنه هو عادة يحكي عن البيئة وكيفية المحافظة على البيئة. وطبعا هاي اليوم 20 أعتقد هو راح يسافر أيضا فهو عنده مواهب أخرى يعني إضافة إلى أنه هو مقدم على مدارس الموهوبين إن شاء الله يحصل يعني هذا هاي مدارس الموهوبين شوي يسرعوهم يعبرهم مراحل كذا الموهوبين يعني لهم دراسة خاصة يعني بيهم أي. كل التوفيق يا صافي يا حبيبي. ومنار عندها موهبة العزف بدنا نسمع منك شي منار يلا. طبعا منار إضافة إلى العزف هي كاتبة أنه صدرت لها أول قصة ما شاء الله اللي هي على ظهر غيمة بحفظ الحقوق يعني وزارة الثقافة وعدها قصة أيضا مشاركة بيها بمجلة في تركيا مجلة عربية في تركيا وأيضا حصلت عليها جائزة وعدها يعني كتابات يعني بالمستقبل يعني عدها مواهب أخرى كل التوفيق لها لأن هذه البرامج كليتها تؤدي إلى تطوير جانبي الدماغ الأيمن والأيسر أكيد. عند الطفل فتنطي مواهب. عمرها 14 سنة ما شاء الله ومسوية كل هالأشياء يعني ان شاء الله بعمر يعني الحر عليش بارده يعني الحر عليش بارده يلا حبيبتي خلينا نسمع العزف من اناملك الجميله يا منار. فاطمة شنو عندك بعد مواهب انت غير الحساب الذهني؟ شنو تحبين؟ احب ارسم باوقات فراغي وتعلمت انا مكعب الروبيك اقدر احل اكثر من واحد بوقت سريع جدا بالاضافه انه انا مقبوله بمدارس الموهوبين اللي هي تكون دراستها اصعب من المدارس المتميزه. ان شاء الله يا ربي اتمنى لك النجاح دائما. القصص اللي تكتبيها منار تخص شنو؟ تخص الأطفال تستهدفين بها الوطن تستهدفين بها مثلا حب المدرسة علاقتكم بين الزملاء لو بأي جانب؟ أنا أكتب بأدب الأطفال يعني زين أنت سميتي القصة مالتك على ظهر غيمة؟ على ظهر غيمة يعني تعرفين هذا العنوان إيش قد بمعاني؟ بمعاني جدا كبيرة طبعا يعني. بمساعدة أستاذ جريا خزعلان اخترعت اسم تحياتنا إلي حبيبتي كل التوفيق. وحسوني أنت شنو مواهبك الثانية؟ أعرف شنو تعرف يلا سولف لي. يعني مثلا أنا بالتليفون اللي هو الهاتف أعرف أسوي هواي حسابات مثلا حسابات جوجل حسابات برامج يعني أكو برمجيات تعرف لها بالتليفون. أي أنا راح أسأل مصطفى وأسأل أباذر نفس المعادلة راح أنطيكم بس أول شيء هو وأشوف منو اللي يجاوب أول. نعم زين ابا ذر لا تغش منه مو تنتظر هو يجاوب بعدين انت تجاوب. انا اسوي يلا 30 زائد 11 ناقص 19 زائد 99 زائد 73 ايش قد الجواب؟ 12 194 صح 194 انت وين جبت ال12؟ هي ال12 قد عسى وتصير 194 لان 1-0 الفارقهم. خليني اسال حسوني يلا دورك حسوني 89 ناقص 22 زائد 69 ناقص 13 زائد 96 ايش قد 219 صحيح حسوني عاشت ايدك 2-0 لا 2-0 زين احنا فريقنا صار صفر المشكله انت وياي فريق. خليني اروح الفطومه 54 زائد 97 ناقص 66 زائد 34 ناقص 15 ايش قد يساوي 104 104 صح انت ما كان عندك جواب هي 104 ونص هيك مو 3-0 4 دار 3-0 يلا منار
شنو هي خمسة ليش هاي اللي يعني هي خمسة خمسة زائد تسعة زائد أربعة ناقص خمسة ناقص تسعة زائد ثمانية ناقص خمسة زائد ستة زائد اثنين زائد واحد المركز ليس متخصص فقط في الحساب الذهني هو مركز متخصص بتطوير مهارات الطفل بكل المهارات يعني عنده برامج خاصة باللغة الإنجليزية تطويرها بالمهارات الأربعة برنامج خاص بالطريقة العبقرية اللي هو خاص باللغة العربية هذا يطور عنده مخارج الحروف نعم. عند الطفل ويخلي عنده الحركة اللفظ الصحيح نعم. للكلمات نعم. مع الحركات طبعا عنده برنامج الداينو آرت اللي هو الفن التشكيلي يركز على هذا الموضوع لأن الفن التشكيلي ينمي عند الطفل المخيلة ينمي عند الطفل كل المهارات الأخرى بجانب الدماغ الأيمن أكثر شيء يكون عندنا وأيضا عندهم برنامج الذاكرة والحفظ السريع اللي هو برنامج UCM3 هذا البرنامج يتعامل مع الذاكرة يعني يخلي الشخص أنه عنده قابلية للحفظ أكثر تكون بطرق معينة طبعا موجودة عنده ضمن خطط موضوعة فجميع هالبرامج هي موجودة بمركز أعمارنا مقبولة الأعمار اللي نستقبلها بالمركز هي من عمر 5 إلى 14 سنة نورتونا شكرا لوجودكم وشكرا لمشاركتكم وفوزكم بكل هالكؤوس باسم العراق احنا فخورين بكم وإن شاء الله يا رب دائما تكونون هيك وتوصلون لمرحلة أكثر من هي ما أعرف شنو المرحلة اللي توصلون بها أكثر من 19 مشارك إن شاء الله مثل العراق بأفضل تمثيل بالمحافل جائزة جدا فخورين بكم شكرا جزيلا وجدا فرحانين وجودكم اكيد رفعتوا راسنا وشكرا لوجودك ايضا مس نور